هذا سائل يسأل يقول: نرجو تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. نرجو تفسير ذلك، بارك الله فيك. يعني من أهل الكتاب عبد الله بن سلام، فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أحبار اليهود. طبعا يفرحون بما أنزل إليه، ومن الأحزاب الآخرين، بقية اليهود والنصارى وغيرهم، هذول ينكرون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والآية تتهدد هؤلاء التوعد، فهذه تبشر الذين آمنوا من أهل الكتاب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد يعني أيا كان هؤلاء الأحزاب المتحزبون حول الرسول المنكرون له بالوعيد والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.